في أول أخبارنا اليوم، مجلس شؤون الأسرة أكد على أهمية دور الأسرة في رفع مستوى التحصيل الدراسي للأبناء من خلال اتباع الطرق الصحيحة لتهيئتهم وتحفيزهم. ووضع المجلس 5 نصائح للأسرة لرفع المستوى الدراسي لأبنائهم، شملت الحرص على النوم المبكر وتخصيص وقت يوميا لمراجعة الدروس والاستماع إليهم والتواصل مع المدرسة لمعرفة المستوى الدراسي. وأيضا شملت النصائح وضع جوائز تشجيعية للمتفوقين وحضور الأنشطة والفعاليات التي تنظمها للدراسة. صحيح، يعني أنا أتفق كثير على هالكلام أو هالخبر اللي ذكرتيه ريم، لأنه فعلا إذا كان حتى لو الطالب مجتهد يحب الدراسة، إذا رجع البيت وما في تنظيم للوقت ولا في ترتيب أولويات ولا في اهتمام في الدراسة والواجبات و التحصيل الجيد، ما حيكون يعني حيعكس سلبا اكيد في المدرسه، فشيء طبيعي. يعني يمكن في طلاب كثير يقول لك خلاص مع نهايه الدوام انتهى دوري كطالب، لا مو صحيح هذا الكلام ابدا. فترجع البيت تذاكر، اتذكر حتى يمكن ايام اول كنا نحضر للدرس الجديد اللي بكره راح ناخذه في كل المواد، حتى لو احنا مو فاهمين شيء، مجرد انه احنا نقرا يكون عندنا مثلا اسئله او شيء. فبالعكس أنا يعني أتفق جدا. يعني هذا التذكير اللي بتذكر فيه مجلس شؤون الأسرة، يعني فيما يبدو أنه بالفعل حاصلة في المجتمع بعض الحاجات، أنه ممكن يكون هناك إهمال من بعض الأهالي، السهر اللي أصبح الأطفال يسهروا، وهذا شيء صراحة جديد علينا. يعني ليش بتسهروا؟ صح. ليش؟ في مدرسة الساعة 6 بنصحى الصباح، حتى يعني التركيز ما يقدر يركز. بالضبط، يعني السهر، في أهالي يعتمدوا على المدرسة بشكل كلي، خلاص المدرسة تحل لكم الواجب، المدرسة تذاكر لكم، فأنا في البيت ما عندي مهمة إني على الأقل أراقب وأشرف على أبنائي وأتأكد إنهم ذاكروا أو حفظوا وأشوف جداولهم إيش عندهم اختبارات. هي زي ما ذكرت يا مها، هو تعاون ما بين المدرسة والبيت عشان يكون عندنا طلبة متفوقين وناجحين بإذن الله. خليني أضيف على كلام نقطة أخيرة قبل ما ننتقل للخبر الثاني ريم، حتى يمكن أنا أعتب على الأمهات والآباء اللي يحلون واجبات أطفالهم. أوف، هذه كارثة. اللي يعني أنت أوكي، أنت قاعد تساعد إنه يجيب درجات كويسة، ولكن على المدى البعيد أنت قاعد تدمر مستقبله. صح كلامك، لأنه حيكون اتكالي، ما حيعرف كيف يذاكر. مرة مهمة، يعني رسالة نوجهها للأمهات والآباء يقعون في هذا الخطأ حبا يعني في أطفالهم، أنه يبغاهم يعني يبونهم أنهم يكونوا متفوقين في الدراسة، لكن علموهم كيف يذاكرون، لا تذاكرون عنهم. صح، فهذه هي الرسالة.